السلام عليكم اخوتي اخواتاتي، كي دايرين؟ اخباركم؟ كي داز نهاركم؟ بخير وعلى خير. نتمنى هاد الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. اليوم اخوتي اخواتاتي غنديروا واحد كيكه بالكريمه الحامض بمقادير سهله. عندي انا واحد كاس ديال دانون ديال القرقاع بخلطه القرقاع، عندي هنا جوج حامضات محكوكين، عندي هنا ثلاث البيضات، عندي جوج خمارات، هنايا فانيا، هنا كاس ديال الزيت معمر، كاس ديال سنيدة، والدقيق على حسب الخليط. وغادي نبداو دابا اخوتي اخواتاتي على بركة الله. بسم الله، غنبداو بالبيض هو الاول. بسم الله، ثلاث البيضات اخوتي، ندير واحد قبيصة الملح، ضروري كندير واحد قبيصة الملح في الكيك ديالنا، في الحلويات ديالنا، باش كتعطي واحد البنة. وكندير هنا واحد فاني، ونطربو. نزيدو سنيدة، هنايا اخوتي اخواتاتي غتبقى لنا نطرب البيض، تيولي طربو مزيان عاد نزيد عليه الزيت ان شاء الله. فهاد أثناء هاد خوتي خواتاتي غادي نديرو دانون، كما قلت لكم بديك هاد القرقاع، ونطربو مازال عاوتاني. نزيدو الزيت بشوية بشوية، كما قلت لكم أخوتي خواتاتي غادي نزيدو الزيت بشوية بشوية. نديرو الحامض، القشور ديال الحامض، القشور ديال الحامض، حنا عندنا جوج حامضات هنا، غادي ناخد النص نديرو الكيكة ديالنا هنايا في الخليط، وهاد النص هذا غادي نخليوه للكريمة لي غنصاوبو إن شاء الله. دابا الدقيق ديالنا راه مغربل، غندير بزاف المعلقة، نخلطو ان شاء الله. بسم الله، الدقيق على حسب الخليط، فالدقيق اللي كيشرب كيدقيق، اللي ما كيشربش. والخمارات غادي نغربلوها ان شاء الله، ضروري نغربلو الخمارة. نخلطو جميع العناصر اخوتي، نحيدو الخدمة بالسباتيول، ها
خوتي خواتاتي ما نقصحوش بزاف، خاصها تكون شويه نخصها شويه. ستكون الكلكه ديالنا خفيفه، خاصه واحد شويه غنزيد واحد شويه جوج معلقات. بحال هزات ليا جوج كيسات ديال الدقيق، ولا حسب البيض عرفتي، هادي عينك ميزانك، حيت كاين البيض الكبير كاين البيض الصغير، على حسب عاوتاني كاس دانون اللي بغا يدير الحليب فيها كتجي زوينه بالحليب. صافي، دابا غنشدو المول ديالنا، المول ديالنا غادي ندهنوه بالزبدة، وهذا هو المول العجين. أنا فضلت ندير هذا حيت باغا نعمرو بالكريمة، ندهنو بالزبدة مزيان. الفران ديالي راه بارد باقي ما شعلتوش، هذا ندخلها في الفران كل بارد عاد نشعل عليه ان شاء الله. دهنوا بالزبده مزيان، صافي مسحوا يدينا بعدا. هنايا خوتي ما غاديش ندير عليها، ما غاديش نرش الدقيق ولا شي حاجه اخرى، غادي نرش عليها القرقاع. هذا القرقاع هذا طحنتو في الطحانه، ولي غادي نديرو في الفرن. قبل ما تضيف اي حاجه بغيتو ديروها، بغيتو تخليوها هكا ديروها، انا بغيت ندير بهذه الطريقه هي ديال القرقاع. على المول ديالنا كامل، صافي نشدو المول ديالنا نحطوه هنا بهاد الطريقة هادي، وندخلو الكريمة ديالنا العجينة ديالنا. نزيد دينا شويه فوق اخوتي باش من يخرج لنا الهواء. صافي دابا كما قلت لكم اخوتي خواتاتي، غادي ندخلها في الفران بارد وعاد نشعل عليه بدرجه 180 درجه ب واحد 25 دقيقه، وعينك مزعك على حسب الفران ديالك اخوتي خواتاتي. دابا غادي ندخلها في الفران ان شاء الله. هيا اخوتي خواتاتي، هيا الكيك ديالنا اللي خرجتها من الفران، شي داك ديال القرقاع كي كيجي محمر هنا كيجي زوين. غنخليوها هنا تتبرد، نحضروا الكريمه ديال الحامض ديالنا. بعدا نقول لكم المقادير اللي عندي. عندي هنا جوج صفار ديال البيض، وهنايا عصير ديال جوج حامضات اللي حكينا هما هادو، عندي كاس ديال سنيده، جوج كاس ونص ديال الحليب، كاس ديال يوغورت دانون النكهه اللي بغيتو، هنايا قشور ديال الحامض هذيك اللي خليتهم ديال، وهنا عندي مايزينا غندير منها واحد جوج معلقات كبار، ونشا هي مايزينا. غنبداو على بركه الله، ندير اخوتي الحليب بلا تنديرو بعدا البيض هو الاول. خلني هنا جوج صفر ديال البيض،
ندير معاهم كاس ديال دانون، دانون يوغورت النكهة اللي بغيتو، خلطوهم، نزيدو قشور ديال الحامض، نديرو كاس سنيدة، نحطو معلقة صغيرة من الخيار، نديرو الحامض كتجي زوينه هادي اخوتي، ديرو جوج كيسان ديال الحليب، كاس ونص ديال الحليب تاع انا ماشي جوج كيسان، عا كاس ونص ديال الحليب، ضروري نحركو، هادو اللي كتشوفوهم اخوتي هادو ديال ضروري درت حيت ما عنديش، خاصكم ديروا على الحامض ضروري داك ديال فاني ولا ضروري بدون نكهه، ديروا لنا واحد جوج معالق ديال المايزينا، حركوه هادشي كله نحركو على البارد باش المايزينا ما تكورش ليا خوتي، ندير التراب، التراب هي داوي صافي، نزيدو معلقة ثانية على النار، غنمشي نحطو على النار تاع تقال شويه، نحطو على النار اخوتي، حركو باش ميلصقش لينا، ثم نتوما عارفين بأنه فيه ما زينة ان شاء الله نبدا نحركو في اختيار، انا في اثناء درت هنايا شوكولات كيدوب بغا نزين بيه تا هو، زيد في البوط هاكا شوية، كتصدع انت، كيما قلتلكم اخوتي هاد هاد الكتل هادو ديال القرقاع كتجي زوينة، هاد الكريمة ديال الحامض، علاش درنا كاس ديال سنيدة حيت الحامض حامض، خاصنا شوية نقصو داك الجهد ديال ديال لاسيد ديالو، هاي خوتي بدات كتقال، شتو خوتي صافي عاد تقال، صافي غادي نوقفو عليها ان شاء الله،
الزبده واحد شويه صافي. ضروري 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 قابلوها، ما قابلناش غادي حتى لينا داك ميزينا وغادي تلصق لينا وغادي تحرق وما يبقاش زوين. وغنعطي واحد المذاق شويه ماشي زوين. ها دابا خويا يشد الفول بارك عليها صافي. شتي خوتي نفرغوا على الكيك ديالنا وهي سخونه. بسم الله صافي. دابا هي الكريمه ديالنا، كريمة الدجاج الحامض. وناخذوا الشوكولاته اللي ذوبنا ديروا شي حاجه باش ها خوتي دابا نزينوها حنا وياكم بهذه الطريقه. هذه شويه ديال الكركاع حيت هي فيها الكركاع، غادي تزينوها بالطريقه اللي بغيتو، بغيت تخليوها حتى هي بحال هكا كتجي زوينه. غير غنشدو الشوكولا نجيب لها واحد الكوردون واحد شويه خوتي. شوف شنو تخدم ليا بعدا قطعش مزيان. نزينو بالشوكولا بلاتي الشوكولا باقي سخون شويه صافي. نقدر نزيد شي خطيه تما صافي. ندير الجر هنا قبل ما يبرد ليا الكريمه ديالي، راه بدات كتبرد بعدا. نرجعو تاني بحال هكا زين، يدير لواحد الزين اللي بغا بالطريقه هذه صافي اخوتي. ودابا هاد الكيكه ديالنا هي كملات، وكنتمنى تعجبكم وديروا الطريقه اللي درتها الا عجبتكم ديروها بالطريقه اللي بغيتوا، الطريقه اللي ما عجبتكمش ما ديروهاش. ودابا كنتمنى اخوتي خواتاتي
ودابا اخوتي خواتاتي، هي الكيكه ديالنا بالكريمه ديال الحامض، هي وجدات وكنتمنى تعجبكم الطريقه ديالي. ودرنا في هذا المول العجيب، وكل واحد يدير المول اللي بغا. وكنتمنى لكم التوفيق، والى فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.